في المدى الرياضي يكتب رعد العراقي فرصتنا في بصرتنا. يقول العراقي: إن منظومة التخطيط والإعداد لابد أن يشترك بها الجميع بدءا من وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة، مرورا بالكادر التدريبي واللاعبين والأندية والإعلام، وانتهاءا بالجماهير التي تمتلك سحر التشجيع بالحضور المرعب الذي يطيح بأعصاب المنافس حتى قبل إطلاق صافرة البداية. ويضيف العراقي: لننطلق من الآن لتجهيز أسود الرافدين لمهمة عبور حاجزي إيران والبحرين، والاستثمار بذكاء، وما أعظم فرصتنا وما أعظم عقولنا لو نجحنا في اقتناصها في بصرتنا. ويكتب كاظم الطائي في الصباح الرياضي صالاتنا. يقول الطائي: ترك الخروج المبكر لصالاتنا من التصفيات المؤهلة لبطولة آسيا في تركمانستان أثرا مؤلما في تاريخ اللعبة التي وضعت لها بصمة واضحة في الميدان الدولي، وحققت في السنوات المنصرمة نتائج مرموقة سرعان ما خفت بريقها في معظم عناوين فرقها. ويضيف الطائي: على أهلها وضع اليد على الجرح ورسم معالم جديدة لتفوقها مجددا بعد اتساع قاعدتها. وفي المدى الرياضي يكتب علي رياح اللقمة السائغة. يقول رياح: ما زال المدرب الضحية المفضلة في كل مكان، ولا تهم أبدا أي أسباب للبطش بأي مدرب مهما كان شهيرا أو مغمورا، ففي النهاية عليه أن يتجرع المر. ويضيف بالقول: لا أجد أي جدوى في شطب تواريخ المدربين على طولها وعرضها وغزارتها، بمجرد أن يفقد الفريق قدرته على الفوز في مباراة أو مباراتين، أو بمجرد أن لا تروق للإداري أو المشجع أو اللاعب نتيجة يخرج بها مدرب مع فريقه. وفي رياضية الأخبار اللبنانية يكتب حسين فحص: من الظل إلى عاصمة الأنوار. ويرى الكاتب أنه على عكس المواسم الماضية لم يشهد صيف باريس سان جيرمان البذخ في سوق الانتقالات، بل تم الاعتماد وللمرة الأولى على استقدام الأسماء حسب حاجة الفريق لا حسب القيمة السوقية للاعبين، وأنه مع بقاء نيمار ومبابي حافظ باريس سان جيرمان على أبرز عناصر قوته الهجومية، فتركزت معظم عملية الترميم على استقدام لاعبين في خطي الوسط والدفاع، فصفقات كثيرة لم تتم الإضاءة عليها كثيرا لكنها أخرجت النادي الباريسي من النفق الأوروبي.